أستاذ علي أهلا وسهلا ومرحبا بك. كيف رأيت هذه المناسبة لشباب مكة المكرمة ونجوم الكرة الذين حضروا في تكريم هذه هؤلاء العرسان؟ والله أول شيء طبعا أقدم الشكر لكم وعلى هذه الدعوة الكريمة، وأنا شرفني صراحة حضور مثل هذه المناسبات. طبعا شيء جميل أن نشوف يعني هالمناسبات هذه تقام عندنا خاصة للشباب الرياضي، واللي نعول عليها كثير اكتشاف مواهب، بروز يعني مواهب يعني بتفيدنا خاصة في الأندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى، خاصة احنا بالذات نركز على نادي الوحدة لأن احنا مكة ونركز على نادي الوحدة، وهذا طبعا دعم يعني دعم للوحدة ودعم إن شاء الله للمنتخبات إن شاء الله السنية المتواجدة في المملكة إن شاء الله. أستاذ، هناك يعني الشيخ مساعد الزهري دعم هذا الفريق يعني الذي يتكون من براعم وشباب وناشئين بهذه الصورة يعني لخدمة أبناء الرياضة، دعم سخي يعني الوساطة الرياضية، تتحدث عن هذا الدعم، ما هو حديثكم عن هذا الجانب؟ والله شوف الشيخ مساعد ما هو يعني غريب على المجال الرياضي، رجل فيه الخير ورجل محب للنادي ومحب للرياضة مكة، واللي قدمه أعتقد أنه قدم الشيء يعني الشيء اللي إن شاء الله يعني ينهض بالرياضة في مكة المكرمة إن شاء الله، وخاصة بنادي الوحدة إن شاء الله، وجزاه الله خير يعني ما قصر. وهذا واجب على الكل على الجميع، مو على الشيخ مساعد، وعلى جميع رجال مكة أنهم يكونوا داعمين للشباب الرياضة، بالذات الشباب سواء اللي حصل على فرصته في الأندية أو أنه اللي يعني زاولها بشكل يعني مزعني يعني لا زالت يعني بس يعني زي تقول زي المهارة مش مجرد أن يزاول الشيء هذا. أستاذ علي، كمسؤولين أنتم وتحملون حقيقة ربما مسؤولية إدارة هذه المنشأة، منشأة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، شباب مكة بحاجة ربما منكم إلى نصح، إلى توجيه، ربما حتى وإن كان عبر وسائل الإعلام، ما هي ربما الكلمة التي تجالي جميع شباب الرياضة في مكة المكرمة في الوقت الحالي؟ والله شوف انا اتمنى من الشباب كله انه ما يترك مجال الرياضه، مجال الرياضه شيء جميل ومفيد للشباب لصحتهم، وطبعا هذا يعني ينعكس على صحه الاولاد بدل ما يضيع وقته فراغه في اشياء ما تفيده، هذا افضل شيء انه يقدم انه يزاول النشاط هذا افضل له من اي يعني موقع اخر يروح مثلا يقضي فراغه فيه، وهذا افضل مكان انه يزاول النشاط الرياضي هذا، بالنسبة للشباب بصفة عامة كلهم انه هذا هو المجال الصح والطريق الصح اللي ممكن يعيش انه الشباب مكة انه يسلكونه، وجميع على مستوى المملكة ان شاء الله انه هذا المجال افضل لهم من اي مجال اخر. سؤال اخير عن عشان نمشي، ايش الشيء اللي لفت انتباهك اليوم في هذه المناورة؟ والله معلش انا عشان او يعني ما حضرت الا حاجه بسيطه، لكن انا عجبني صراحه التنظيم، عجبني يعني حماس المهارات اللي شفتها، طبعا هي كانت شكلها تحس انها فيها مهارات يعني المباراه اللي توها يعني هذا شيء جميل جدا، وشفنا صراحه مواهب يعني ما شاء الله تبارك الله، اتمنى لهم ان شاء الله ان التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نشوفهم في الانديه الممتازه ان شاء الله بامر العنقري.